لقمان عزيز توغل ودخل الى منطقة الجزاء وبالتالي سدد الكرة. عزيز توغل ودخل الى منطقة الجزاء وبالتالي سدد الكرة. لقمان عزيز توغل ودخل الى منطقة الجزاء وبالتالي سدد الكرة. عزيز توغل ودخل الى منطقة الجزاء وبالتالي سدد الكرة. ما زالت الكرة داخل الميدان.
عاد اي سهران بلعب كرة رأسية تبقى في ال 18 لمصلحة الله 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 جول 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 شباب الأردن يفتتح التسجيل في هذه المباراة. شباب الأردن يفتتح عن طريق عزيز لقمان. عزيز لقمان يدك شباك الأهلوية معلنا عن تقدم شباب الأردن في هذا اللقاء بهدف دون مقابل مع انطلاقة الشوط الثاني من هذا اللقاء. شوف تسديدة من النبر الطاير والمتحفز 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 عزيز لقمان يضع الكرة بسهولة في شباك صالح ليتقدم شباب الأردن في هذا اللقاء بهدف دون مقابل. يعلن الافتتاح يعلن التقدم.